ريتا أصبحت نجمة تيك توك ومن مشاهيرها، ليس لأن صوتها جميل أيضا، هي تعترف وتقول صوتي غير مناسب، ولكنها تضفي جوا من المرح والسعادة بطريقة غنائها، فلاقت قبولا كبيرا حتى أن القنوات الفضائية استضافت ريتا لنشاهد ريتا في موال عراقي آخر. إذن كيف كانت ردود الأفعال والتعليقات عن ريتا عبدو وطريقة غنائها للموال العراقي بطريقة أثيوبية أو على طريقتها هي كيف غنت؟ طبعا هي تغني ليس فقط العراقي، تغني أغاني عربية أيضا وبلهجات مختلفة. وهناك مجموعة من الآراء والتعليقات التي كتبت حول ريتا على منصات التواصل الاجتماعي، كيف كانت هذه التعليقات؟